وعلى بركة الله. مشاهدينا مستمعينا الافاضل احييكم واجدد لكم التحية مرة اخرى، ارحب بكم اجمل ترحيب بهذه الانطلاقات الصباحية المميزة برابع ايام مهرجان الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني حفظه الله ورعاه. ننطلق بانطلاقة الشوط الخامس لفئة اللقاية الابكار الانتاج، ينطلق من مسافة 5 كيلومترات. هناك سيارة رصدت لصاحبة المركز الاول من بين هذه الاسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة في موقع التحدي والمنافسة، والتي تشارك باحثة عن هذا الانتصار الصباح المميز. نبدأ بعد المراكز ومع الصدارة. اول الاسماء تتواجد صبر لعبد الله بن راشد بن خليفة الكبيسي، يتواجد بعبود على الصدارة وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني اتابع القادمة والحاضرة في هذا التحدي الكبير. تتقدم السعدية بالشعار سالم بن عبيد بن شنان المري، شعار عمدة المضمرين، حاضر ومتواجد مع السعدية على المركز الثاني، تسللت الى المركز الاول. المركز الثالث هنا خود لسالم بن حمد بن صالح بشريدة، يتواجد باندفاعة ومشاركة خود على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع اتابع شعار النعيمي الحاضر مع منصورة راشد بن ناصر الجبر النعيمي، يتواجد مشاركا مع منصورة من تبحث عن النصر والانتصار. المركز الخامس، القادمة هنا الفائزة وحسين بن علي بسيقان المري، حاضر ومتواجد بمشاركة الفائزة على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل للخمس المراكز الأولى التي تنطلق وتشارك في موقع التحدي والمنافسة بمشاركة هذه الأصايل بأشواط الإنتاج والمنتجين. نتابع مسار هذا الشوط والاندفاع التلقائي مع الأسماء الكبيرة والشعارات الحاضرة في هذه التحديات الكبيرة. نعود مع الصدارة، نعود مع المقدمة مباشرة. شعار الكبيسي على الصدارة، يتقدم مع صبر عبد الله بن راشد ابو عبود الكبيسي، يتقدم بانطلاقه واندفاعه صبر على الصداره، باحث عن الناموس وعن الانجاز وعن السياره التي تنتظر عند خط النهايه. نتابع المركز الثاني، شعار عمده المضمرين، حاضر مع السعديه وسالم بن عبيد بن شينان المري، يتقدم للمشاركه والى التحدي، حاضر باندفاعه السعديه على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدي الكرام متابع القادمة والحاضرة بمسار واندفاعة هذا الشوط مع هذه المنافسات المميزة والمشاركات الكبيرة مع الأسماء الحاضرة في أشواط الإنتاج والمنتجين. نتابع المركز الثالث، تتقدم الجزيرة لعبيد بن راشد بن سالم آل سريد، يتقدم مشاركا باندفاعة الجزيرة على المركز الثالث. المركز الرابع خود لسالم بن حمد بن صالح ابو شريده، يتواجد في عمق المنافسه، بينما المركز الخامس هنا الفائزه التي تبحث عن الفوز بشعار حسين بن علي بسيقان المري، يتقدم الى المشاركه والى التحدي. هذه نتيجه مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل للخمس المراكز الاولى، للخمس الاسماء المميزه الحاضره في موقع التحدي والمنافسه بمشاركه الاسماء الكبيره. هناك سيارة يا مضمرين يا منتجين تنتظر عند خط النهاية احدى هذه الاسماء والشعارات الكبيرة. نتابع مسار هذا الشوط، نتابع الاسماء خلف دائرة النداء، بدأت تقترب من دائرة الصراع والنزاع من اجل الناموس والانتصار. نعود مع البداية، بعبود ما زال متشبث بالصدارة، ينطلق مع القيادة والريادة بتواجد صبر على الصدارة. عبد الله بن راشد ابو عبود
محمود الكبيسي يقدم لنا عطاتي صبر على الصدارة المندفعة مع المقدمة والتي تشارك في موقع المنافسة مباشرة وفي صدارة هذا الشوط. المركز الثاني الجزيرة غادية بالشعار، عبيد بن راشد بن سالم آل سنيد، والكيلومتر الأخير والخطير هو من يفصلنا عن ناموس هذا الشوط وعن الانتصار. المركز الثالث خود لبشريدة غادم وغادم سالم بن حمد بن صالح بشريدة. المركز الرابع أو النضال بشارة لسالم بن عبد الهادي بن محمد بن حبيشة النابت يقدم لنا بشارة بشارة على المركز الرابع. المركز الخامس الله 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 وصلت بهذه اللحظات، وصلت مشرفة سالم بن راشد بن زيد آل بحيح، ولكن نعود مع صراع المقدمة. وصلت بشارة بشارة على الصدارة، تنطلق بهذه اللحظات تسير بخطة ثابتة نحو الناموس والانتصار. بشارة لسالم بن عبد الهادي بن حبيشة النابت تبشر بالناموس، تبشر بالإنجاز، تبشر بالسيارة. بشارة 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 تنطلق وتحقق هذا الناموس والإنجاز مع السيارة. بشارة تقترب من الناموس، تقترب من الإنجاز، تقترب من الانتصار بالشعار. هنا بالشعار وتحديات سالم بن عبد الهادي بن حبيشة النابت يحقق ناموس هذا الشوط حامل للرقم واحد وهي في المرتبة الأولى. بشارة مع السيارة وتهانينا والناموس لسالم بن عبد الهادي بن حبيشة النابت على فوز بشارة وتحقيق للإنجاز المركز الثاني. مشرفة لسالم بن راشد بن زيد آل بحيح المري المركز الثالث. المركز الثالث صبر لعبد الله بن راشد ابو عبود الكبيسي. المركز الرابع منصورة لراشد بن ناصر الجبر النعيمي. والمركز الخامس وصلت خود لسالم بن حمد بن صالح ابو شريدة. هكذا مشاهدي الكرام مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسة بتواجد بشارة التي حققت هذا الانجاز والناموس. سبع دقائق 36 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية، التوقيت الأفضل والأجمل إلى هذه اللحظات مع بشارة التي انتزعت الناموس وحققت هذه السيارة بشعار سالم بن عبد الهادي بن حبيشة. نابت تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني جاءت مشرفة، سبع دقائق 38 ثانية، 80 جزء من الثانية، تهانينا الناموس لسالم بن راشد بن زيد آل بحيح المري على فوز مشرفة في المركز الثاني. المركز الثالث جاءت صبر، سبع دقائق 41 ثانية، 68 جزء من الثانية، تاني وناموس لعبد الله بن راشد ابو عبود الكبيسي على فوز صبر في المركز الثالث.